انا خيك. ايه اذا خيك تيجي تفشخ الاقفيه؟ ابقى افردي وجهك شوي، حاجب فعالاتك بوجه الكلب البال. الله يهدي بال هالجيران ويهديهم. السلام عليكم ريم، كيفك؟ ما بقى في شي بينطاق ابدا ابدا ابدا. ليكي بعدني جاي وسامع مشكل من عند الجيران. شو بكي بتضلك منفعلة ومعصبة؟ قوليلي ليه؟ ما بعرف، انا هيك ما في شي معاجبني، مضايقة، منكرزة. يا عمي حطق حطق. يا سنة انا صديقتك، ماني زميلتك بالشغل، ليه معصبة علي هيك؟ عن جد بعتذر منك يا ريم، بس مش عارفة عم بنفعل على الطالعة والنازلة بسبب ومن دون سبب. يا سنة، من كم يوم كنت عم بتقولي انك ما عم تقدري تسيطري على انفعالاتك، فيلي بشوف الغلط بصححه. ما عم بقدر، ما عم بقدر ابدا. دايما بعصب، ما طايقة حالي وما معاجبني شي. لك حتى قدام اهلي ما عم بقدر اضبط انفعالاتي. يا عمي كل شي معاكسني، كل شي. طيب ليه انت هيك؟ لأنه عن جد كل شي معاكسني يا ريم، ما في حدا عم بفكر فيي، ما حدا. بتعرفي ذكرتيني بصديقة لإلي اسمها مها. ايه وشو بها؟ هي هيك كمان؟ لا يا سنة طولي بالك، هي مش هيك، بس الظروف خلتها تكون هيك. الحي بالزمور. وكشو بكي؟ تأخرنا على المسرحية، خلصيني. خلص روحي لحالي كريم، ماني رايحة. خير شو بكي مها؟ تخنقت مع أمي ومش طايقة حالي. يي رجعنا، خبريني شو في؟ خلا بحس حالي مضغوطة، ما في شي بيبسطني، منيح هيك؟ طولي بالك مها، وك يا مها طولي بالك. بيأسفني يلي عم شوفه عند البعض من ردات فعل يلي عم بيصادفوا من ضغوطات العيلة والعمل والمحيط الاجتماعي. كل هيدي ضغوطات لأبعد حدود صارت تحصرنا العقبات من دون ما نعرف لها سبب. وإذا كنا ما منسعى إلها، بس هي عم تغلبنا ونحن عم نستسلم لها، وعم تظهر على شكل انفعالات تتحكم بتصرفاتنا. أنا هيك مثل صديقتك مها؟ طولي بالك، أنا ما قلت هيك. أنا قلت إنه كل إنسان عنده طريقته وأسلوبه بالحياة، بس كله بيودي لنفس النتيجة، التأفف وضجر وملل وعدم القدرة على التحمل. هالشي بخلينا نشوف إنه كل شي حولنا عدائي، لأنه خلص ما بقى فينا نتحمل ضغوطات وظروف معاكسة. وفوق هيدا كله ما بدك يانا نقلق ونرفض نتقبل غيرنا؟ أنا يلي صرت ملاحظته يا سنة إنه الناس صارت تحب تقهر بعضها البعض وتفش خلقة ببعضها، وهذا كله نتيجة للهموم والمشاكل المتراكمة. يسلم تمك، أنت قلتيها لوحدك، يعني سلمتي معي. طيب سلمنا معك، بس مش يعني نسلم بهالوضع. عندك حال؟ بصراحة لا. إلا كان حش تحكي وتتفلسفي علي. تفلسف؟ حاضر. لوين؟ عالبيت. هيدي زهرة النظرة السلبية للأمور، زهرة عدم تقبل مجريات حياتهم بشكل أو بآخر.
السلام عليكم. خير يا ماهر؟ في شيء؟ الحمد لله، كل شيء بعندني بهالحياة. شو الظاهر سيارتك خربانة؟ عندي اجتماع شغل. خديلك شو صار معي، ما كانت تخرب السيارة إلا هلأ. ما مشكلة، طلع أنا بوصلك. جاي خيي خدني. ايه منيح. روق، لشو معصب هالقد؟ ما بتصير مع كل الناس. بيلزمك شيء؟ سلامتك. عن إذنك. ليه عم يحصل كل هيدا الانفعال؟ هل هو وضع ناجم عن ضعف أو بسبب شي تاني؟ وكيف منقدر نتعاطى بإيجابية حيال هالأمور؟ وكيف منقدر نتأقلم أو ننتقل لواقع أفضل بيعطينا الطمأنينة وبيخلينا نسيطر على انفعالاتنا حتى لو كانت محقة؟